سلام الحباب الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ سمحوا لي بزاف على الصوت ديالي لأنني راني مريض بزاف. أنا كنا غاديين شباب راهي الطريق للجردة، ما تصوروش الحباب، نهار داز زوين بزاف، روتيني البادية، روتيني جميل مع الحباب. جينا عند الحباب، هادي مناطق تفلت من طاحت الشتاء تبارك الله، كانت الأمور يا سلام. مشينا على العودة، ما أجمل الركبة على العودة والكروسة داك الصباح، باقي الله الشميشة كتشرق. دوزنا نهار زوين، تمنيتو لكم. هنا وصلنا، نسيب كيقلع البطاطا واللفت، وهنا مشينا كنقلعو مطيشة. شوف تبارك الله الفلاحة بلا دواء بلا تشي حاجة، هذه جردة طبيعية البادية جميلة بزاف. البادية ضروري خصك تكون مقيد بها، إذا كنتي مقيد بها راك تعيش السعادة، تعيش الاطمئنان. هنا ولد النسيب ديالي غايب يقلع المطيشة، وهنا كان المهير زويون رائع باش يوجدها، يقلع المطيشة باش يوجدها ويديها للسوق، يبيعها في السوق السبت، حيت هنا كيكون سوق السبت وكيكون سوق الخميس، وكاين حتى الاربع ديال تيفلت. سمحوا لي بزاف على الصوت ديالي، الصوت ديالي راه مدعدع بزاف لانني كنت مريض، والله الا كنت مريض بزاف. الله ينجينا ونجيكم والله يشافيكم، لان هاد الايام المنزله راه كتضرب بزاف، والناس حضوا راسهم، حضوا راسكم بزاف من المنزله، راه خطيره، كتشدك التبوريشه والرعده ما كتقدرش تنوض. ولكن دابا الحمد لله مع الاعشاب، داروا لي الاعشاب ديال تيفلت، ان عندهم جميع الاعشاب، ما كيمشوش للطبيب، تيداوو غير بالاعشاب. شوف تبارك الله مطيشه، شوف البصله، شوف تبارك الله البصله مطيشه، كل شيء موجود، داليا، ليمون، العنب، اي حاجه قلبت عليها كتلقاها. هذه العيشه في الباديه، لما كانش هكا ما كاين والو. كنتمنى يعجبكم الفيديو، اللي ما ابونيش في القناه تابونا فيها، بارطاجي مع الحباب والصحاب. شكرا بزاف لكم على المتابعه.